خاصية تانية من خصائص البريزم is a prismatic chromatic dispersion. يعني ايه؟ dispersion of light اللي هو ايه؟ ان الضوء لما بيعدي لونه وايت بيطلع الالوان اللي ايه؟ الطيف المختلفة. بص بيقول لك ايه؟ when white light passes through a prism shorter wavelength. وانا ملونها لك عشان افكرك. short wavelength ناحية ايه؟ البلو والفايولت. ها؟ الفيب جايور، فاكرين فيب جايور؟ البلو الفايولت انديجو بلو. الشورتر ويف لينث ناحيه الفايولت سايد اندرجو مور ريفراكشن ذان ذا لارجر ويف لينث. اهو بص دي تفكرك قوي الرسمه الجميله دي. ان ادي اللايت الابيض داخل هنا، بص الاحمر تقريبا عدى بانكسار ايه؟ خفيف. مين اللي غير مساره اكتر؟ مين الديفيشن بتاعه اكتر؟ الفايولت ناحيه الفايولت. اهو بص الفايولت انديجو بلو، خدت بالك ازاي؟ فيب جايور بعدين جرين يلو اورنج وبعدين ريد. اهو ادي الوايت لايت. او بص تجربه عملوها ازاي، بينزلوا وايت لايت من هنا على البريزم وبيشوف الوان الضيف المختلفه اهي اللي بتشوفها. اهو ده بيوريك بقى ان ايه كل الويف لينسز كانت موجوده هنا في الوايت لايت، انما بتعامل كل واحده فيهم معامله مختلفه عن الثانيه انسايد ذا بريزم، وبالتالي في الاخر بتدينا ايه؟ السبيكتروم اللي احنا متعودين عليه. طبعا الناحيه دي هيبقى ايه؟ شورت ويف لينس، والناحيه دي هتبقى اللونج ويف لينس. Prismatic chromatic dispersion, the dispersive power of the prism is not related to the refractive index of the prism. طبيعة خاصة ملهاش علاقة بالrefractive index. الخاصية دي خاصية خاصة بالبريزماتيك كشكل هندسي، ملهاش دعوة بالrefractive index بتاعت البريزم. ال image formed by the prism تفتكر أخبارها إيه؟ أولاً هتبقى إيريكت، ترو ولا فيرتشوال؟ فيرتشوال، ده لو أنت شايفها على امتداد الضوء بتاعك، إتس فيرتشوال. ترو وديسبليسد فين؟ toward the apex. The image formed by the prism is erect. Virtual. ما بنقدرش ناخدها على كلمة virtual، قلنا ما بناخدهاش على ايه؟ على screen. Displaced toward the apex of the prism. القاعدة هي ادي الاوبجكت وادي اللايت نازل منه. Angle of incidence وادي angle of refraction. خدت بالك؟ اهو ادي بقى اللايت، بص بتشوف الاوبجكت فين؟ هنا. يبقى هو ده اولا virtual وdisplaced ناحية الابيكس وايه؟ erect زي ما انت شايف. It is erect. virtual displays toward the apex of the prism. يبقى دي الخصائص بتاعته. يبقى اذا الايمج اند ذا اي، ما هو انت الاي لما تشوف الاوبجكت طلع من هنا لهنا هتحصل لها ايه؟ هتعلى وراها. يبقى الايمج اند ذا اي ويل موف toward ذا apex. خلي بالك بقى من القصه دي، امال مين اللي بيروح ناحيه البيز؟ ذا ريل. الديفيشن از ريديوسد تو ذا مينيمم وان ذا لايت باس ثرو ذا بريزم ايه؟ سيمتريكالي. احنا عرفنا بقى كلمه مينيمم ديفيشن دي لما الانجل اوف انسنس الانجل اوف الميرجن، خدت بالك؟ او انجل اوف ريفراكشن في الاخر خالص، وبعدين في الاخر كمان هنا هتبقى وصلت للانجل اوف مينيمم ديفيشن اللي هي بتساوي نص الابيكال انجل. طيب كيف اتعرف على البريزم لما بيديني عدسه كده في الامتحان ويقول لي اتعرف على البريزم؟ ديسبليسمنت اللي بيحصل في اللاين ايميديتلي، اول ما تبص على لاين ثرو ذيس بريزم تلاقي الخط راح ناطط لفوق، اتقطع الخط وراح ناطط لفوق بالشكل اللي انت شايفه ده كده. ايمج شيفت تورد ذا ابيكس اوف ذا بريزم. Detection of prism through looking to a line. يعني ما تبصش على حاجه through the prism كلها تبقى باينه جوه البريزم، هيحصل لها شيفت فانت ما بتلاحظهاش. بص على حاجه ايه؟ عريضه. خلي اطرافها بره تبقى ثابته، فهتلاقي الخطين كده ثابتين وخط جوه ايه؟ بيعلى. تمام؟ اهي بص لايك ذس. دي كانت كلمه هلو او هلو دي، خدت بالك؟ هلو صح. وبعدين ادي خط اهو، بص الخط طلع ازاي؟ بص اهو ادي خط اهو. انت بديك العدسه، حط العدسه فوق الخط، هات العدسه كده حركها فوق الخط بالشكل ده. تمام؟ هتلاقي ايه؟ تلاقي الخط هنا اختفى من المكان ده وظهر في مكان اخر اللي هو هنا. اهو. يبقى this is a prism. اهو. برضه لما تحط عدسه تحت اللينس ميتر، خدت بالك؟ وتبتدي تعمل فوكسنج للتارجت وتفاجئ ان الخطوط بتاعتك ديسبليس، مش عايزه تيجي في النص ابدا. خدت بالك؟ ايه؟ This is a prism axis، بيبقى هنا في نص بين الخطين دول ايه اسم الزاويه دي؟ بالديسبليسمنت ده تعرف ان في بريزم هنا موجود في العدسه دي وانت بتبص على اللينس ميتر. الايمج شيفت تبلي تورز ذا ايبكس اوف دي بريزم زي ما اتفقنا، دي قاعده عامه بقى في البريزم احنا هنشوفها. تمام؟ والصوره اللي طالعه بتبقى ايه؟ اريك فيرتشوال ديسبليس تورز ذا ايبكس اوف دي بريزم. دي اسمها الستوك بريزم، دي بريزمات بتبقى ليها هاندل. يعني ده عامل زي المصاصه كده، يعني ده بريزم بس ممسوك بهاندل جانبيه كده. دي عيبها بس بيقول لك ايه؟ انك ما تقدرش تحط اثنين ثلاثه بريزم جنب بعض او فوق بعض، بيبقى في صعوبه انك تحطهم ايه؟ لو انت عايز تضيف تو باورز على بعض بيبقى صعب قوي انك تحطهم على بعض.
لو عملنا اديشن تو بريزمز من العلب اللي احنا شفناها دي، لو حطينا بيس تو ايبكس يطلع ايه؟ لا زيرو، ده لو كان ايكوال باور. طب افرض مش ايكوال باور تبقى عامله زي بليت اوف جلاس. اي بص، if equal power act as parallel side plate of glass. لو عن equal power يبقى الاقوى هو اللي ايه؟ اللي هيشتغل. تمام؟ طيب اللايت اللي هيعدي بقى ابيض هيطلع من الناحيه الثانيه ابيض. تبدا اهي بص، اي لايت دخل هيطلع متفصل dispersed وبعدين يرجع يتلم ثاني ويطلع ابيض من الناحيه الثانيه. Dispersion caused by prism 1 is cancelled by prism 2. يحصل ريكومبوزيشن لايت ثاني. دي بقى اللي بيستخدموها في العدسات النيكون والحاجات دي عشان يمنع الكروماتيك ابريجن والعيوب اللي بتبقى موجوده في حروف العدسات بتاعتنا. انه احط لك بلس مع ماينس. خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى عمل اللينس بتاعتنا كورتكس والنيوكليس عشان تبقى بلس مع ماينس لايك ذيس بريزم. عشان تقلل الكروماتيك ايه؟ ابريجنز دي. طيب لو ايبكس تو ايبكس الافكت هيكوال ايه؟ سميشن اوف ذا تو بريزمز. لو ايبكس تو ايبكس يبقى هيساوي السميشن بتاع التو بريزمز دول مع بعض. Notation of the prisms. بنسمي البريزمز ازاي؟ The power of any prism can be expressed by various units. كذا يونت اخترعوها عشان يسمونا بيها البريزم. A prism of one prism diopter. One prism diopter power اللي هي one triangle. This is the, بدل دي كابيتال بتاعت اللينس دي البريزم diopter بتتكتب بالتريانجل كده. One prism diopter power اللي هي one triangle بالشكل ده. تمام؟ produces a linear apparent displacement of 1 centimeter of an object situated 1 meter from a prism. ايه الكلام ده معناه ايه؟ بص اهو، يعني عندي prism وفي object على مسافة ايه؟ 1 meter، وانا ببص له من هنا حصل له displacement لمسافة ايه؟ ارتفع لمكانه 1 centimeter، يبقى هذا البريزم قوته ايه؟ 1 prism diopter. يبقى يعني ايه بريزم قوته 1 بريزم دايوبتر؟ هو بريزم بيحرك اوبجكت على بعد 1 متر منه مسافه 1 سنتيمتر ناحيه الابكس. الحقيقه ان الديسبيسمنت اللي حصل هنا لو انا بقى خدت الشعاع ده كده ورحت جايبه هنا وده الخط الاصلي اللي انا كنت باصص منه، لما حطيت البريزم بصيت على الخط ده عمل لي هنا ديفيشن نص درجه في الزاويه دي تطلع نص درجه نص ديجري. تمام؟ Under the condition of ophthalmic use, a prism 1 prism diopter power produce an angle of apparent deviation 1 half of a degree. ال 1 prism diopter ده عمل ايه؟ خلى الخط اللي هو هنا ده اتنقل من هنا الى هنا، ده الريز اللي مشيت عندنا يعني. طب لما ارجع انا بالزاويه دي كده للعين، الديسبيسمنت بتاع الخط ده هنا عمل ديسبيسمنت كام درجه على المنقله؟ عمل نص درجه. في حالات البريزم الرفيع قوي الصغير قوي اللي بيعمل وان بريزم دايوبتر مش عارف ايه حاجات قصيره كده، احنا بنحط هنا كاننا بنتخيل ان في هنا سكرين حيطه. الحقيقه مش كده. وجدنا ان البريزم لما بيحرك الصوره ما بيحركهاش على حيطه. امال بينقلها على ايه؟ بينقلها على ارك. فراحوا مطلعين الوحده الثانيه اللي اسمها ايه بقى؟ سنترال. هل 10 بريزم دايوبتر 10 تايمز ال1 بريزم دايوبتر؟ الاجابه لا. ما بيقول لك لا، ان 10 بريزم دايوبتر از نوت 10 تايمز 1 بريزم دايوبتر. تمام؟ عشان كده طلعوا وحده جديده اسمها ايه؟ سنترال. سنترال اللي هو المثلث المقلوب لتحت. This unit differs from the prism diopter only in that the image displacement على ايه؟ is measured along an ايه؟ an arc 1 millimeter from the prism. 1 meter انا اسف 1 meter from the prism. اي بص، يعني بدل ما كنا عاملينها بلين عملناها ايه؟ ارك. It is a prism which produces an apparent displacement of 1 centimeter along an arc 1 meter from the prism. That's the trade off. يبقى it is a prism which produces an apparent displacement 1 centimeter along an arc 1 meter from ايه؟ prism. العلامه ايه؟ مثلث مقلوب. بص بقى بيقول لك ايه عشان ما توجعوش دماغكم توجع قلبكم قوي، الاثنين قريبين قوي من بعض على الرغم ان السنترال بيعمل very slightly greater angle of deviation than the prism diopter but the difference in practice is ايه؟ negligible. تمام؟ يعني وجعنا دماغك دي. خلي بالك هنا بقى 10 سنترال is 10 times 1 سنترال صح. فاهم بقى دي؟ احنا دينا فيناها في الايه؟
البريزم دايود، لان البريزم دايود كان بلين، وقلنا 1 سنتيمتر غير 10 سنتيمتر، لان 10 سنتيمتر داخلين كده مش مختلفين على نفس المسافه دي، مش على نفس المسافه. فهنا هنا بقى الكلمه دي صح، ان 10 سنترات is 10 times 1 سنترات، انما 10 دايوبتر مش 10 times 1 دايوبتر. الريفراكتنج انجل الفا بقى بيقول لك البريزم may also be described by the refractive angle بتاعته اللي هي الايديكال انجل بتاعته. However, unless the refractive index of the prism material is also known, the prism power cannot be deduced. لازم تبقى عارف الايه الباور بتاعته، الريفراكتيف اندكس بتاعه زي ما اتفقنا. احنا عندنا زي ما قلنا، لو انت بتكلمني بقى كمان عن انجل اوف مينيمم ديفيشن وسيمتريكال ريفراكشن، كان لازم ايه؟ الانجل اوف انسس والانجل اوف ريفراكشن والانجل اوف ديفيشن الثلاثه يكونوا ايه؟ ايكوال لبعض. وان القانون ده احنا حصلنا عليه لما بس ده احنا حصلنا عليه بمعرفه الريفراكتيف، فاكرين الريفراكتيف اندكس بتاعت الجلاس اللي هي 1.5، فدي كانت داخله في تركيبه المعادله دي فما ننساهاش. خدت بالك؟ اهو ان الانجل اوف ديفيشن بتساوي نص الريفراكتيف انجل بتاعتنا بتاعت البريزم بتاعنا. اذا بقى بص، 1 بريزم دايوبتر بتساوي 1 سنترات بتساوي 1 ديجري انجل الفا بتساوي 2 ديجري دي. دي بتساوي الفا على 2 صح؟ يبقى لو دي واحد لازم تبقى دي 2. بالمناسبه يا ساده، البريزم بوزيشن تملي بيتقال على البريزم ايه؟ بيز. يعني لما يرسموها كده، لما يقول لك كده بريزم ويعمل لك سهم كده، يعني بريزم بيز ايه؟ بيز داون لايك ذس.